هناك سجلات، هناك سجلات أحوال مدنية موجودة في العراق، هذه السجلات محفوظة، وكل الذين عادوا سواء الكرد الذين هجروا من كركوك فيما سبق عادوا إلى كركوك استنادا إلى السجلات الأصلية الموجودة في بغداد، هذه السجلات كلها موجودة في بغداد، سجلات عام 1957. العرب الوافدين الذين جاءوا إلى كركوك تم تعويضهم ب 20 مليون دينار عراقي وعادوا إلى مناطقهم في وسط وجنوب العراق، وهناك أيضا إنهاء لمسألة التعريب، وأيضا هناك خطوات أخرى، مقترح قانون من رئاسة الجمهورية حول إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه المناطق. يعني